طبعا من ابرز هؤلاء النجوم بالتاكيد الكابتن الكبير كابتن اشرف خضر اللي معايا على الهاتف الان. كابتن اشرف مشرف ومنور حبيبي، ربنا يخليك كريم. وحشنا حبيبي. حضرتك وحشني جدا، اخبار حضرتك ايه؟ حبيبي ربنا يخليك. الاسماعيلي اكيد خلاص بقى معروف انه الحاله ما تسرش، الحاله ما تسعدش، بس النهارده كان موقف عظيم جدا من نجوم الاسماعيلي انه يبقى في ظهر الفريق في الوقت ده، شيء كان محترم جدا يا كابتن اشرف. والله يا كابتن كريم انت عارف يعني انت بقالك سنين طويله معانا ومش غريب حبك، وطبعا وقوف الناس كلها جنب نادي الاسماعيلي، لكن انا سمعتك وعجبني كلامك جدا جدا لان احنا اكيد عايزين نادي الاسماعيلي يبقى متواجد، وان شاء الله ان شاء الله هيبقى متواجد، بس مش على حساب حد ان شاء الله، بـ 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 بكل حق ان شاء الله بتعب الفريق واجتهاده وامور فنيه، يعني هو طبعًا هو ده اللي نحبه الاسماعيلي يكمل. لو هو تعب وعرق اللاعبين واجتهدوا في الملعب، اهلا وسهلا، نفرح ان الاسماعيلي يكمل. ايوه طبعا ده كلام محترم، ونادي الاسماعيلي اسم كبير وفعلا هيبقى حابب ان هو ان شاء الله كل حاجه تبقى بايده رغم صعوبه الموقف اللي احنا بنتكلم دايما يا كريم، بقالنا سنين طويله في الظروف الصعبه دي، لكن الحمد لله يعني فعلا في الظروف الصعبه دي ولاد النادي كلهم، يعني اللي اجى النهارده واللي ما جاش، اللي عنده ظروف وكده، اعتقد ان كل الناس كلها على قلب راجل واحد. الاسماعيليه لما زي ما حصل السنه اللي فاتت وكان في امور صعبه قريبه من كده، والناس كلها اتلفت حوالين الكابتن ايهاب جلال، والحمد لله قدرنا نعدي بشكل كويس. ربنا يكرمنا ان شاء الله. لا يعني اللعيبه النهارده واحنا بنتكلم معاهم، لعيبه كلها مصممه ومركزه، اتفقنا ان شاء الله ننسى خالص مباراه بيراميدز اللي هي جت بعد فوزين للاسماعيلي سموحه وفيوتشر، لكن اعتقد فريق بيراميدز فريق قوي جدا، لكن هي الهزيمه كانت ثقيله شويه، لكن لعبتنا مصممين ان شاء الله، عندهم مباراه قويه جدا جدا مع الجونه منافس من يعني برضو مع نادي كبير ومعاه مدرب كبير وعندهم مشاكل، لكن لعبتنا ان شاء الله مصممه، وانا بقول لا ان شاء الله النادي الاسماعيلي بصمم كل حبايبه وكل الناس اللي بتحبه ان شاء الله، ان شاء الله باللي احنا شايفينه ده الاسماعيلي ان شاء الله هيقعد، ويعني رغم ان هي والله تكسف يا كريم يعني ان احنا نقول كده بصراحه، زي ما انت برضو اتكلمت كلامك يعني جميل بصراحه، ان الاسماعيلي المفروض يكون بينافس زي ما كان طول عمره بينافس. صحيح، طول عمرنا بينافس، طول عمرنا الفرق بتعمل لنا حساب واللعيبه بتعمل لنا حساب، صح. لكن هي طبعا دي سنه الحياه ودي الظروف الصعبه، نتمنى ان شاء الله تبقى هي الاخيره السنه دي. صحيح، وربنا يكرمنا ونعديها بشكل كويس كده ونفوق، والسنه الجايه يبقى في تخطيط وتحليل ونظام تاني إن شاء الله. خالص ان شاء الله. ان شاء الله كابتن الكبير كابتن اشرف خضر نجم النادي الاسماعيلي الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله المميزه كالعاده.